السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمي. يلا بينا نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله أعزائي الطلاب هنكمل كونسيبت نمبر 3 Changes in Food Web، وهنشوف مع بعض ليسون نمبر 6 Activity نمبر 12. والنشاط ده بيبدأ يرجعك تاني للأربع خطوات اللي احنا خدناها قبل كده، واسمه Record Evidence Like a Scientist، ازاي ان انت تسجل نتائجك وتتوصل للمعلومات وتحللها وتقول الأدلة على وجهة النظر بتاعتك. فبيقول لك أول حاجة in this concept you have learned about changes in food web. احنا عرفنا الاسباب التغيرات في الانظمة الايه البيئة المختلفة والانشطة بتاعت البشر وقطع الغابات وتدمير البيئة والمايكروبلاستيكس، وخدنا الحاجات دي كلها. هقول لك بقى now try to think like a scientist، حاول بقى تفكر زي العلماء. By writing your claims، بانك تكتب الافتراضات بتاعتك، and your evidence والادلة، and your scientific explanation والتفسيرات العلمية بتاعتك about one of the main points of this concept through the four steps you have learned in the last concept او في الكونسبت اللي قبل كده. وهنبدأ نشوف مع بعض بقى ازاي ان احنا نستخدم الاربع خطوات اللي احنا خدناهم قبل كده في عملية الاجابة عن الايه عن السؤال اللي هيقول لنا عليه دلوقتي. الشريحة اللي بعد كده جايب لك السؤال، طبعا اللي هو step number one the question او السؤال what might happen، ايه اللي ممكن يحصل to food web للشبكة الغذائية when an organism or the environment changes within an ecosystem، لما البيئة دي تتغير او النظام البيئي يتغير داخل الايه البحر او داخل البيئة اللي الكائنات عايشة فيها. فزي ما انت شايف مثلا الكائنات كلها مرتبطة ببعض والشبكة الغذائية معقدة، الكرة الريفس والالجي والسمول الزوبلانكتونز او النباتات الصغيرة، وعندنا كمان الاسماك بانواعها المختلفة والديدان والقشريات زي وانفض البحر ونجم البحر والحاجات اللي احنا خدناها كلها الفترة اللي فاتت دي كلها في شبكة غذائية مرتبطة. الانسان بينزل يعني مذهول من المنظر اللي بيشوفه، الغواصين اللي انت شايفهم في الفيديو اللي ورا دولت يعني مذهولين جدا من تعقد الشبكة الغذائية دي. يا ترى بقى لو حصل تغيير في البيئة او في كائن من الكائنات دي اختفى او اعداده قلت، هل ده هيأثر في البيئة او ازاي هيأثر؟ هو ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عنه. الخطوة اللي بعد كده او الخطوة التانية my claims او الافتراض بتاعي، طبعا من الشكل اللي احنا خدناه قبل كده ده ان لو في كائن اتشال زي الكرة الريف وخدناه الحصة اللي فاتت هيأثر على كل الكائنات والاسماك اللي عايشة. فبيقول لك ان الافتراض بتاعي هنا ان all living things may be affected by the change in the food web، يعني ده افضل افتراض انت هتكتبه ان كل الكائنات الحية اللي عايشة في الفود ويب او في الشبكة الغذائية اللي قدامنا دي بانواع الاسماك المختلفة بالكائنات المختلفة كلها هتتأثر بفقدان او تغير اي حاجة في الفود ويب دي او في الايكو سيستم اللي عندنا ده، وخاصة لو كان كائن حساس جدا وكل الكائنات لها علاقة معاه زي الكرة الريف او الشعاب المرجانية. يبقى الافتراض بتاعك لازم يكون بيدور حوالين النقطة دي، ان كل الكائنات هتتأثر في الشبكة الغذائية اللي قدامنا. بعد كده يا ولاد هناخد الخطوة الثالثة my evidence او الدليل بقى على الكلام اللي احنا بنقوله ده. قال لك ان الايكو سيستمز are a fragile systems او sensitive systems، يعني انظمة حساسة جدا، and all living things play an important role in the maintaining of the balance of the society، يعني كل الكائنات الحية بتلعب دور في الحفاظ على اتزان الايه المجتمع او السوسايتي اللي قدامنا ده. خلاص كده and a very small percentage of the amount of energy، في كمية صغيرة جدا من الطاقة بتنتقل من كائن للتاني، يعني لما الكرة الريف يتغذى على الزوبلانكتونز هو بياخد منها كمية طاقة قليلة جدا اصلا عشان يقدر يعيش، فما تفتكرش انه بياخد منها كميات كبيرة من الطاقة. خلاص يبقى very small percentage of the amount of energy is a transferred with each a interaction، ما بين كل تداخل او تفاعل في النظام البيئي ده that living things make. خلاص and if weeds او sea plants او algae were removed مثلا from the desert food web او from the ocean او from the marine food web all living things would be affected، كل الكائنات الحية هتتأثر even those that eat a
بلانتس او ذات دونت ايت بلانتس، حتى لو كان كائن ما بياكلش نباتات برضه اعراضه هتتاثر. ليه؟ لان اصلا الديزرت او المارين او اي بيئه بتبدا من نباتات مثلا، يبقى لو في كائن اتشال هياثر في كل الكائنات الحيه. خلاص كده. طيب عندي بيقول لك لو كان حتى الكائن ذات زي دونت فيد اون جراس لايك ايجلز مثلا برضه اعراضها هتتاثر. يبقى في كائنين هيتاثروا، اللي بيتغذى على النباتات واللي مش بيتغذى عليها. الاثنين هيتاثروا. ليه؟ لان كلهم مرتبطين ببعض. خلاص. وبعد كده بيقول لك بقى المثال بقى على البيئه البحريه، اند وين كورال ريف ار اي بوليوتد، خلاص، a major distribution او major disturbance، في خلل كبير جدا occurs in the food a web in the marine environment، في البيئه البحريه. يعني ده مثال برضو تاني اهو، ان في كائن واحد حصل له ضرر او خلل اثر في كل الكائنات اللي عايشه في البيئه البحريه اللي قدام. الخطوه بقى الرابعه والاخيره اللي هي my scientific explanation، تفسيرك العلمي للكلام ده، هتقول له if any change occurs in the ecosystem all organisms within this ecosystem will be affected and if there are no producers the consumers organisms will move in and search for food in another place or they will starve and die، هيجوعوا جدا وهيموتوا. and if one species has too many، لو في كائن تاني زاد عدده جدا، خلاص، the resources او المصادر اللي بياكلها او الاكل اللي كان بيتغذى عليه may disappear، قد تختفي. and if this happens the other species، الكائنات التانية، may lose their food source، برضو ممكن يفقدوا مصادر الغذاء بتاعتهم. and will not be able to survive، وبرضو مش هيقدروا يعيشوا. يبقى لازم الكائنات يبقى فيه اتزان في اعدادها، ولا ينفع اعدادها تزيد ولا ينفع اعدادها تقل، كل حاجة تبقى متزنة. وبعد كده بيقول لك كمان النون ليفنج اليمنتس اللي هي درجه الحراره والرطوبه والحاجات دي ماي تشينج ديو تو ذا كلايمت تشينج، ممكن تتغير بسبب تغير المناخ او البوليوشن او الهابيتيت لوس او فقدان الموطن البيئي او انفيرمنتال دامج او التلف بتاع البيئه بسبب تلوث والعوامل اللي بتدخل بها الانسان دي، برضه هتغير في البيئه. خلاص. وبعد كده بنقول له ان الاورجانيزمز ذات ليف ان ذا دامجد اور ان سستينابل انفيرمنت، في البيئه اللي هي الغير صالحه لدعم الكائنات الحيه والحفاظ عليها، may not be able to survive او adapting to the new environment condition، ممكن ما تقدرش انها تتكيف او تعيش في البيئه الجديده. and each element of the ecosystem is connected to the other، كل عنصر في من الحاجات الغير حيه اللي في البيئه مرتبط بالتاني، درجه الحراره مرتبطه بالملوحه، الملوحه مرتبطه بالبخار بتاع الميه، بكميه المطر، بالضغط الجوي، بكميه الاملاح اللي دايبه في الميه، وهكذا، كلهم مرتبطين ببعض ك non living things او كعوامل غير حيه. يبقى ده تفسيرك العلمي، لان فعلا ممكن اي تغيير بسيط ياثر في الشبكه الغذائيه كلها. مش شرط بقى انك تكتب كل الكلام اللي احنا كاتبينه ده، انت اكتب بفهمك باسلوب مبسط ايه هو التفسير العلمي بتاعك، وايه هو الايفيدنس او الدليل على الكليمز اللي احنا قلناها من شويه او الافتراض اللي احنا قلناه من شويه. بعد كده يا اولاد هناخد اكتيفيتي نمبر 13، وده يعتبر اخر اكتيفيتي، لان الاكتيفيتي اللي بعد كده مجرد مراجعه في الكونسبت الجميل ده اسمه هابيتيت ريستوريشن او استعاده النظام البيئي، وازاي ان احنا نصلحه تاني خاصه بعد التدمير الفظيع اللي الانسان قدر يعمله. فبيقول لك you have learned from the previous lessons that environmental conditions، التغيرات البيئيه والظروف البيئيه، and human activities، وحط عليها الف خط اللي هي انشطه البشر السيئه جدا، may negatively impact the ecosystem، هي مش بس هتاثر في البيئه بشكل سلبي، ده هتدمر البيئه خالص. يعني زي ما احنا شفنا قبل كده الانشطه البشريه المختلفه عملت ايه في البيئه ودمرت البيئه ازاي، والتسربات النفطيه من السفن ودمرت السواحل والبيئه البحريه، والشعاب المرجانيه كمان بدات تتاثر والاسماك بدات تموت، كل ده كل دي انشطه بشريه، والانشطه البشريه برضو هي اللي ادت لتغير بيئي بسبب الاحتباس الحراري وغيره. يعني حتى ارتفاع درجه حراره العالم والاحتباس الحراري كتغير مناخي السبب فيه برضه هي الانشطه البشريه او الهيومن اكتيفيتيز. طب الحل ايه؟ الحل ان انت عيش واعمل اللي انت عايزه بس ما تدمرش البيئه. يعني حاول ان انت مثلا تقلل استخدامك للنفط، السفينه طب اللي هتروح تجيب لك نفط وترجع دي، حاول ان انت تعملها صيانه مستمره، حاول ان انت تحمي الغابات والكائنات اللي عايشه فيها، بدل ما حرائق الغابات عماله كل سنه تزيد بسبب الاهمال وبسبب ان مجموعه من الناس اللي بيخيموا دول يروحوا ويسيبوا حريقه كده ويمشوا فتقوم مولعه في الغابه كلها. يبقى خلي بالك معظم حرائق الغابات دي بسبب البشر نفسهم. يبقى الانشطه البشريه هي السبب. التغيرات المناخيه كمان لها عامل وكل حاجة، بس السبب في التغيرات المناخية ما هي برضو الأنشطة البشرية اللي أدت لتدمير البيئة وتدمير الكائنات الحية كلها زي ما احنا شايفين كده. وكمان الموضوع مش بس مقتصر عليها بس، ده امتد كمان في المية والشعاب المرجانية كمان اللي احنا قلنا يمكن بيئة كل الدول بتحافظ عليها وبتحاول انها تنميها، ده هي كمان بدأت تتأثر بمايكروبلاستيكس
وبارتفاع درجة حرارة المياه، وتلاقي إنها بدأت الكائنات اللي فيها كلها تموت، وللأسف بقى الشديد إن معظم الكائنات والأسماك بتعتمد عليها. ومؤخرا كمان زيادة السموم اللي في الكائنات الحية الكبيرة زي الحيتان وكده، بسبب إنها إيه عمالة تاكل أسماك، والأسماك فيها سموم برضو، فالسموم في جسمها عمالة تزيد، وتناقص أعداد الكائنات في البيئات كلها، ارتفاع درجة حرارة العالم كله، كل دي حاجات سببها أنشطة البشر والتغيرات المناخية، وهم دول الحاجتين اللي بيدمروا البيئات بتاعت كل الكائنات الحية بما فيها الكرة الريف اللي احنا ايه بناخدها دلوقتي او بندرسها دلوقتي، ودمار الزو بلانكتونز او النباتات والكائنات الدقيقة والمايكرو اورجانيزمز اللي هي بتتغذى عليها او بتعيش عليها، برضو موتها بسبب التغيرات المناخية دي. طيب تعالوا بقى نكمل بعد كده، بيقول لك ايه but ولكن there are always ways او في طرق through which من خلالهم وي كان ريستور ذا هابيتات، ممكن نحاول نصلحه تاني. زي ما انت شايف الناس اللي هم شغالين دول بيقطعوا حتت من الشعاب المرجانيه، لان هو كائن يقدر لو انت قطعت منه حته وتزرعها في مكان تاني او تحطها في مكان تاني تعمل كائن جديد عادي، يعني يقدر يتكسر بطريقه اسمها التجدد او ريجينريشن، زي بالظبط لما تقطع مثلا الديل بتاع البرص او حاجه او سحليه وتلاقي الديل ده طلع تاني لوحده كده. هم الكائنات دي كده، فهم بياخدوها يقطعوها بطريقه معينه وينشروها زي ما انت شايف كده، ياخدوها في علب كده او حاجات ويبداوا ياخدوها ينشروها في حتت تانية الشعاب المرجانيه فيها اتكسرت او ماتت، يعني يعملوا لها عمليه نيرسنج او رعايه وبعدين ينقلوها لبيئات تانية. يبقى خلي بالك الامل لسه ما راحش، يعني ممكن نعمل عمليه ريستوريشن اصلاح خلاص كده. وان بيقول لك اهو ريستور ذا هيلثي ليدنج تو هيلثي اند اي بالانسد ايكو سيستم، وان احنا في النهايه بنقدر نعمل نظام مستقر او نظام بيئه مستقر، يبقى نقدر نعمل استعاده. بس طبعا الاستعاده دي عايزه مراحل، ان انت تجمع العينات الاول وتحفر في الصخور وتجيب الشعاب المرجانيه اللي هي لسه ما ماتتش او حتت منها، وبعد كده تاخدها تعمل لها عمليه الايه الزراعه او الانبات في مكان تاني او تهتم بيها في حوض معينه كده زي حوض السمك، وبعد كده ترجع بقى تحطها في الحتت اللي هي زي ما انت شايف كده بيزرعها بيحطها في حتت جديده. يبقى لازم بقى ايه ندرس بقى الموضوع ده بقى ازاي وخطواته ازاي والاصلاح ده بيحصل ازاي. خلاص او زي ما انت شايف هو شغال. فبيقول لك ان ريستوريشن بروجيكتس مشاريع بقى الاستعاده والاصلاح دي اللو ساينتست بتسمح للعلماء تو فايند اوت بيتر سوليوشنز، حلول افضل فور ريديوسينج ذا نيجاتيف امباكت اوف هيومن اكتيفيتيز، ان احنا يعني على الاقل نقلل شويه من الاثر السلبي بتاع انشطه البشر والتلوث بتاعهم. وزي ما انت شايف الانظمه البيئيه اللي تم استصلاحها افضل بكتير من اللي ايه ما تمش استصلاحها او عن وضعها اللي قبل كده يعني. طيب ممكن واحد يقول لي طب سؤال، احنا ليه نوجع دماغنا ونصلح وما نصلحش؟ ما هي هتبقى تنمو تاني وخلاص. قال لك لا، افترض مثلا هنتفرج على غلطه احنا غلطناها قبل كده، الفيضانات اللي بتحصل بسبب ان احنا نقطع الاشجار وجذور الاشجار بيخلي التربه غير متماسكه وتعمل انهيارات وتخلي زي بيت زي اللي انت شايفه قدامك ده، بسبب انهم شالوا الاشجار عشان يبنوا بيت، جذور النباتات كانت ماسكه التربه وخليها متماسكه، لما جذور النباتات راحت فالتربه انهارت وخدت البيت وغرقته كله. يبقى انت لازم تعرف ان الانسان بسبب اخطائه اللي قبل كده بدا يتعلم ان ما ينفعش نسيب البيئه تتدمر اكتر مهما اتدمرها كده، زي ما انت شايف جذور النباتات خلت التربه تبقى غير مستقره ويحصل فيضان وتغرق البيوت تغرق والعمارات تغرق. لا، يبقى احنا المفروض نستفاد من اخطائنا. خلاص فبيقول لك اهو human activities can cause a big change to the environment such as ايه بقى؟ قال لك such as when many plants are removed، لما ننزع النباتات الكتيرة والجذور بتاعتها تبقى مش موجودة من الريفر بانكس من ضفاف الأنهار، اللي هيحصل هنا ان هيحصل ايرود او تجريف او تعرية وتكسير ليها. So floods والفيضانات كمان may reach farther areas، ممكن الفيضانات كمان والماء توصل لأماكن أبعد جوه اليابس. when a wetland are drained، لما المناطق اللي فيها رطوبة او كمية المطر تزيد او كده. طيب يبقى ده معناه ان الانسان لازم يصلح البيئه، والا بعد شويه دي هتجيب لك مشاكل. والادله اللي احنا شفناها دي تجريف التربه ونزع النباتات وجذور الاشجار ادى لايه زي ما انت شايف مثال اهو. طب هو ليه قال المثال ده؟ علشان الشعاب المرجانيه دي حضرتك هي اللي بتخلي الامواج الضخمه اللي جايلك من المحيط تتكسر او تقل قبل ما توصل للشط. لو الشعاب المرجانيه مش موجوده انت هتجيلك الامواج بكامل قوتها، وبناء عليه انها هتكسر لك في الشواطئ وفي البيوت وفي المناطق الساحليه. يعني اوعى تفتكر ان الشعاب المرجانيه دي لما تختفي حضرتك في الامان كده ومش هيحصل لك حاجه، لا ده انت بالعكس هتتضرر بشكل كبير جدا بحاجات زي تسونامي كده وامواج بحريه ضخمه
زي بالظبط ما حصل قبل كده على ضفاف الانهار، وهو اداك المثال اهو. لما انت شلت النباتات وجذور الاشجار كانت ماسكه التربه في بعضيها، التربه بقت مفككه وحصلت ايه انهيارات وتجريف للتربه وكده زي ما انت شفت في الفيديو اللي فات. بعد كده بقى يا اولاد بيقول لك ايه، وانس هارم اوكرز، يعني بمجرد ما يكون التدمير او الحاجة السيئة دي حصلت لبيئته زي انفيرومنت، لازم بقى كل الناس تشترك زي ما انت شايف كده، مشاريع بقى، وهم دلوقتي عاملين مزرعة او نيرسرينج او رعاية لايه، لانواع الشعاب المرجانية، وبياخدوها ينقلوها ويزرعوها تاني في حتة تانية زي ما انت شايف، ويحطوا لها مواد كده ويحفروا لها في الارض. لازم كل الناس تشترك، الساينتست العلماء، الانجينيرز المهندسين، السيتيزنز المواطنين العاديين، ورك اون هابيتيت ايه ريستوريشن، لازم يشتغلوا كلهم مع بعض في عمليه استعاده البيئه واستعاده النظام البيئي. شايف الحتت اللي هم بيزرعوها دي وكانوا حاطينها دلوقتي في فص حديد كده، هي اللي هتكبر بعد كده وتصلح البيئه تاني. شايف كبرت ازاي؟ يبقى لازم كل الناس تشترك. في مواطنين معاهم فلوس بس مش عارفين يشتغلوا ازاي، في علماء عايزين يشتغلوا وعندهم الامكانيات بس معهمش فلوس انهم يجيبوا ادوات غوص وكده، وفي المهندسين لازم يصمموا لهم العدد والحاجات اللي هياخدوها معاهم هم نازلين، وازاي يشيلهم ويحطهم ويعملهم مزرعه فين، ويقيسوا لهم درجات الحراره ويدوا لهم المعدات. يبقى خلي بالك لازم كلنا نشتغل في عمليه الاستصلاح او الاستعاده اللي احنا ايه شايفينها قدامنا دي. ايه تعريف بقى عمليه الاصلاح؟ هنشوفها دلوقتي. تعريف اهو بيقول لك الهابيتات ريستوريشن، تعريفها اتس ا بروسيس، هي العمليه اوف ريتيرنينج ا هابيتات، اعاده الموطن البيئي او الانفايرمنت باك تو اتس ناتشرال ستيت، يعني يرجع تاني لحالته الطبيعيه تاني. بيفور هارم واز دون، قبل ما الاذى او الضرر بسبب بقى الانسان او غيره كان يحصل. هو ده تعريف عمليه الايه ريستوريشن او الاستعاده، واللي لازم كلنا نشتغل فيها. نعيد تاني، الساينتست العلماء، الانجينيرز المهندسين، السيتيزنز المواطنين. بعد كده الشريحه اللي بعد كده بتقول لك the importance of habitat restoration project، ايه اهميه عمليه الاصلاح البيئي او استعاده البيئه تاني. بيقول لك ان habitat restoration project try to repair all parts of the habitat، بتحاول تصلح كل اجزاء الموطن البيئي اللي انت شايفه قدامك ده، وناس بقى تنزل وتجمع معلومات وتقيس وتشوف الرف بتاع الشعاب المرجانيه زاد ولا قل، بيزيد بمعدل قد ايه، طب ايه العوامل اللي بتاثر فيه. يبقى العمليه دي بتحاول ترجعه تاني لاصله زي يعني على قد ما نقدر. Where they help to prevent species from extinction، بتحاول تمنع الكائنات من الانقراض خلاص كده. By restoring the habitat، بانها تحاول تستعيد وترجع البيئه تاني. زي ما انت شايف الحتت الحديد اللي براجل الحديد اللي في الميه دي، دي هم اللي عاملينها وحاطين فيها شعاب مرجانيه، حتت كده مكسرينها عشان تنمو وياخدوها بعد كده ينقلوها الحته التانيه. يبقى هي دي عمليه الرعايه او النيرسرنج اللي هناخدها بعد شويه. تمام، يبقى دي عمليه معقده ومحتاجه صبر ووقت وجهد، ومش اي حد يقدر يعملها، ولازم كل الناس تشترك فيها ان احنا نرجع البيئه زي ما كانت تاني قبل الضرر اللي حصل ده. خلاص، including the resources of food and water and shelter. وخلي بالك ان ممكن تكون عمليه الاستعاده انك توفر للكائن اللي انت عايزه ده الاكل والمسكن والميه والاحتياجات بتاعته تاني. يعني مش منطقي مثلا انت تجيب نمر تحطه في بيئه وما فيهاش ولا غزاله يصطادها ياكلها، طب ما هيموت، يبقى انا استفدت ايه؟ جبته عشان يموت؟ فانت قبل ما بتجيب الكائن بتطمن الاول انه قادر يعيش في البيئه، وان في اكل له، في كائنات بحريه، مفيش تلوث، درجه حراره مناسبه، ونبدا نعمل بقى عمليه الريستوريشن او الاستعاده، وان احنا نحطه تاني في البيئه ونحاول ندخله في البيئه اللي هو ايه، او نزود اعداده تاني بعد ما اعداده قلت. برضو دي حتت حديد في الميه اهي، زي مزرعه صغيره كده حاطين فيها حتت شعاب مرجانيه وسايبينها ايه تكتر وتنمو. بعد شويه زي ما انت شايف الاسماك بقى، جبنا لهم ولده اسماك صغيره ونحط لهم الاسماك كمان، نزود اعدادها معاهم. فتبص تلاقي ان انت بدات بمجهوداتك دي كلها ترجع الشعاب المرجانيه زي ما كانت تاني. بعد كده بيقول لك ملحوظه بقى، most of the habitat restoration project require a lot of work، محتاجه عمل وجهد كبير جدا خلاص كده. And take a long time، وبتاخد وقت طويل. But they can have very positive results، ممكن تديك نتائج جميله جدا في النهايه. وبعد ما تشوف منظر زي اللي انت شايفه قدامك ده، هتبص تلاقي فعلا جهدك ده نجح، وان انت قدرت ترجع البيئه تاني زي ما كانت، ومش بتاخد حسنات بقى بكميه بسيطه، ده ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيديك حسنات بكل روح انت انقذتها، او بكل كائن انت رجعته لبيئته مره تانيه لنفسك وللاجيال اللي جايه بعد كده. فخلي بالك ان العمليه دي مش سهله، العمليه دي صعبه، عشان كده ما ينفعش واحد بس يعملها او مجموعه بس من الافراد تعملها، لا لازم كلنا نشترك ونساعد بعض، وفي النهايه هتلاقي كل الكائنات جات لك وكل البيئه رجعت تاني تتصلح،
واسماك القرش رجعت، والباتر فلاي فيش والحاجات دي كلها اللي كانت بدأت تنقرض، لا اعدادها بدأت ترجع مرة تانية. طيب تعالوا بقى ناخد مثال على عملية الاستعادة دي او مراحلها بتحصل ازاي. الناس اللي انت شايفهم قدامك دول جايبين علب البلاستيك اللي فيها الشعاب المرجانية واخدوها المكان كده نضيف قرب الشاطئ، وبدأوا منهم يزرعوها ويكتروها في العمدان اللي وراهم دي اللي هي الحديد دي، ويسيبوها فترة لحد ما تكتر ويرجعوا ياخدوها ايه يزرعوا منها حتت تاني في اماكن تانية. فعملية الاستعادة دي لها خطوات ولها مراحل. ايه هي بقى؟ اهو بيقول لك مثال عليها اهو. اول حاجة One example of restoration of habitat is coral reef rehabilitation project، عملية إعادة استعمار الإيه أو إعادة توطين الأنواع المختلفة في منطقة الشعاب المرجانية. طب بتحصل إزاي؟ قال لك that happens in the Arabian Gulf، بتحصل العملية دي في الخليج العربي، إنهم بياخدوا أنواع النباتات والكائنات والطحالب والشعاب المرجانية والأسفنج ويحطوها في حتة كده جنب الشط زي ما انت شايف، حتة حديد كده شايلهم، ويأكلوها ويهتموا بيها لحد ما تكتر وتزيد وتتفرع، ويبدأوا بقى زي مزرعة يعني، وياخدوا منها ويروحوا يزرعهم تاني في حتة تانية. خلاص؟ Where has scientists collect small parts of different coral species، يعني بيجمعوا عينات مختلفة من الأزرع والحتت بتاعت الشعاب المرجانية، وبعد كده and then move them to a nursery. هي دي النيرسري بقى، او حضانه زي اماكن رعايه، زي غرفه عنايه مركزه، مكان كده جنب الشاطئ، او ان شاء الله حتى حمام سباحه في اي فندق او في اي فيلا انت مأجرها، وتسيب الكائنات دي كده وعمل لها محلول مائي زي الهيدروبونيك سيستم، وتحاول ان انت تهتم بيها وترعاها وتحط لها الزوبلانكتونز او الكائنات الدقيقه خليها بتاكلها وتهتم بيها. وبعد كده بقى هتبدا تشوف النتيجه، ان انت تاخدها بقى وتبدا تزرعها في حتة تانية وتنقلها بقى زي ما انت شايف كده في حتة تانية خالص، عمالين ينقلوهم هو التاني من العلب بقى في اماكن جديدة. الشعاب المرجانية كانت ماتت، فهترجع تستوطن البيئات دي تاني. فبقول لك اهو، تعريف النيرسري is an area، هي مكان in the sea في البحر، where scientists take care، بيهتموا فيها وبيرعم the smallest pieces، القطع الصغيرة من الكورال ايه until they grow، لحد ما تكبر تاني زي ما انت شايف كده. خلاص كده up and can move back to the reef، وبعد كده بينقلوها تاني للريف او للرف بتاع الشعاب المرجانية where they were dying، في المكان اللي هي كانت بدأت تقل فيه او تموت، لا برجع انا بقى انقلها مرة تانية وارجعها تاني بقى. شايف هياخدوا تاني بقى العينات، هم رجعوا تاني هناك هم، وبدأوا منهم يكسروا بقى في الارض ويزرعوها تاني فين؟ ها في الاماكن دي بقى، او ينقلوها تاني في الاماكن دي. خلاص يا شباب، وبتحاول ان انت تكسر لها في الصخور حتت كده وتحطها في الصخور تاني في الحتت دي، ساعات يحطوا لها مواد كده تلزق او تثبت، وكل شويه يرجعوا يبصوا عليها تاني ويشوفوا هل كل الحتت اللي احنا نقلناها نمت ولا في حتت ماتت. طب ليه ماتت؟ الموضوع كبير وعايز وقت وجهد، انابيب الاكسجين اللي هم شايلينها دي ربع ساعه ولازم يطلع يملى واحده تانية، شوف بتتملى بكام مصاريف وجهد وتعب، كل ده عشان ينقذوا من الشعاب المرجانيه مره تانية. خلاص، وده الفيديو اللي احنا شفناه من شويه، وهم بيبنوا من مكان ياخدوا منه العينات ويروحوا بقى للنيرسري او مكان الحضانه او مكان الرعايه اللي هم بايه بيناموا في الشعاب المرجانيه. وساعات يلموا عينات الشعاب المرجانيه بخراطيم كده او ادوات حفر متوصله بالسفن اللي هي موجوده فوقيهم زي ما انت شايف كده، وعندهم زي حاجات زي المنشار، حاجات زي، لان الشعاب المرجانيه دي صلبه عامله زي العظم كده، فبياخدوا منها حتت ويبداوا ينموها في اماكن تانية ويرجعوها تاني وكده. تبص تلاقي البيئه بدات تتصلح والاسماك بدات ترجع، ولو ما عملناش كده للاسف هتلاقي ان الشعاب المرجانيه ماتت وانتهت واتدمرت. هم عمالين يجمعوا العينات اهو، احنا شفنا الفيديو ده من شويه بس بنعيده تاني عشان نشوفهم هم بيجمعوا العينات واخدينها ورايحين للنيرسري او للايه مكان الرعايه. وخلي بالك برضو في بعض الناس فاهمه ان انت تنزل تاخد الشعاب المرجانيه وتطلع تحطها في حوض السمك عشان شكله يبقى حلو وخلاص ومش عارف ايه، ممكن يكون ده صح او غلط، لان انت كده بتكسرها بتقللها. لاحظ ان الكائن ده بينمو كل سنه 2 سم 3 سم، التفرعات الصلبه بتاعته دي بطيئه جدا في النمو، انت ازاي تروح تاخده كده بخلاص وخلاص كده؟ ما ينفعش طبعا. يبقى خلي بالك عمليه الاستعاده صعبه ومهمه، لو ما قدرتش تساعدهم فانت ما تعطلهمش، ما تجيش مثلا تكسر انت بقى وتدمر الشعاب المرجانيه، كفايه ان انت مش بتساعد في تصلحها يبقى انت ما تدمرهاش بقى. خلاص، هما بيبداوا بقى ينقلوها لاماكن تانية اهو، ويبداوا ايه يحطوها في الاماكن الجديده، ويبقى كده قدروا يعملوا عمليه الريستوريشن او الايه الاستعاده، وقدروا انهم يوظفوا كل معلوماتهم وامكانياتهم. واهم خطوه فيها اللي هي خطوه الايه النيرسري او مكان الرعايه او الحضانه اللي بيحطوا فيها الشعاب المرجانيه دي لحد ما ايه او العنايه بيها لحد ما تكبر تاني وننقلها لبيئتها ايه ونرجعها مره تانيه.
خلاص. والمفروض اصلا ان كل دوله اي شعاب مرجانيه على السواحل بتاعتها تبقى منطقه محميه طبيعيه، ممنوع حد يصطاد، ممنوع حد يتلف المنطقه، ممنوع اي سفينه تقرب كده يعني. بعد المجهودات دي كلها بقى شايف المنظر، الشعاب المرجانيه بقت عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله كبرت وتفرعت وتقدر تاخد منها تانية وتنقلها لبيئات تانية واماكن تانية، فالموضوع له عائد اهو. ولاحظ كمان ان الانسان بياخد الشعاب المرجانيه دي وبيصلح بها العظام بتاعه الناس اللي عامله حوادث، ممكن يكون بيطلع منها مواد بتعالج السرطان وبتعالج بعض الميكروبات وفي الجسم، وبيتخذ منها مضادات حيويه، وممكن يطلع منها مواد تقدر تحلل البلاستيك او تدمره من غير ما نلوث البيئه. يعني خلي بالك ان برضو انواع الشعاب المرجانيه دي مجال البحث فيها مازال مستمر وكل يوم بيكتشفوا جديد، فانت ما تسمحش لها انها تموت او تنقرض من غير ما تتصرف او من غير ما تتدخل، لان انت هتخسر كتير جدا لو احد الانواع دي انقرض وهو كان بينتج ماده والماده دي مش موجوده على الكوكب كله الا في الكائن ده. فلو انت ما قدرتش تصلح المنطقه المتضرره وتعد استصلاحها تاني، كل الاسماك وكل الكائنات اللي بتعتمد عليها هتموت. يعني شايف المنطقه دي كانت متضرره ازاي؟ الشعاب المرجانيه بيضت وشكلها باظ، لما جم يعملوا عمليه الزراعه مره تانيه بدات تتصلح اهي. شايف؟ واضح ان النوع اللي هو متفرع الاصفر ده بيقاوم التلوث اكتر من الانواع التانيه، فلما بنحطه اهو بيرجع الطحال التاني وبينقذ الانواع اللي حواليه من ايه؟ من الانقراض، وبيخلي انواع الشعاب المرجانيه تانية اللي جنبه تكمل هي كمان جنبه كده، بحيث بعد ما كانت بتموت لا تبدا تعيش تاني وتبدا تاخد لونها الطبيعي تاني وكده. يبقى عمليه الريستوريشن مهمه جدا جدا جدا، والا ما كناش هنقدر نشوف منظر زي ده تاني ولا نظام بيئي جميل زي ده مره تانية. طيب احنا بقى كمواطنين دورنا ايه بقى؟ احنا لا هنقدر ننزل معاهم ولا ناخد انابيب غوص ولا نعمل الكلام ده كله. طب نعمل ايه؟ نشتغل بقى على اليابس، نقلل بقى البلاستيك ومخلفات البلاستيك، ونعمل عمليه الريسايكلينج، ونعمل بقى المشروع بتاع الزيرو بلاستيك ده، اللي هو ان ما ينفعش خلاص ما فيش حاجه اسمها نشتري حاجه في كيس بلاستيك، ما فيش حاجه اسمها معالق بلاستيك وشوك بلاستيك والحاجات دي كلها قللها خلاص. احنا بنحاول ان احنا نصلح الكوكب. فبيقول لك ان في بروجكت اوف كورال ريف او بروتكتنج كورال ريف فروم ايه بلاستيك بلوشن، من المايكرو بلاستيك او المخلفات البلاستيكيه. بيقول لك ذا وورلد فيموس كورال ريف اوف ريد سي، يعني اشهر منطقه شعاب مرجانيه في البحر الاحمر، ار هوم اوف ميني مارين اورجانيزمز، وهي موطن كتير جدا من الكائنات الحيه. ان ايجيبت في مصر الكوستال كوميونيتيز، المجتمعات البحريه والمدن الساحليه نير ذا كورال ريف، ابلايد ا نيو واي، طبقت طريقه ثانيه اوف لايف للمواطنين نون از زيرو بلاستكس، يعني ممنوع حد يشتري او يستخدم اي حاجه ثانيه من منتجات البلاستيك. Where people in these communities، الناس في المجتمعات دي، replace plastic forks، الشوك والأدوات الكياس البلاستيك والحاجات دي، with wooden one، بحاجات خشبية، حاجات من القماش، حاجات من الورق اللي مدهون بالشمع، بحيث ان هي مواد عضوية كلها حتى لو وقعت في البيئة هتتحلل مش هتدمر حاجة خلاص. and replacing plastic bags، والأكياس اللي هي البلاستيكية، with close ones، بأكياس ايه ورقية او أكياس مثلا من القماش او من القماش والورق اللي متغطي بالشمع او مادة دهنية، بحيث ان هو برضو يدي نفس القوة بس في النهاية مش بلاستيك ولا حاجة، ولو اتحلل مش هيدمر البيئة ولا هيضر البيئة. بعد كده يا شباب جايب لك سؤال، what happens if a habitat is not restored؟ لو احنا سيبنا البيئة بقى تتدهور ومصلحناهاش. قال لك استنى بقى، many species in this habitat may be lost، هيموتوا او extinct، ينقرضوا، because they don't have their needs to survive. مش احنا قلنا الهابيتات ده بيديلهم شلتر وفود وكده، مش هيلاقوا الحاجات دي، فبالتالي هيموتوا وينقرضوا. السؤال الثاني بيقول لك check your understanding but true or false، human activities can cause changes in environment، طبعا هتسبب تغيرات في البيئة صح. السؤال الثاني بيقول لك habitat restoration means returning a habitat back to its natural state before harm was done، طبعا هو ده فعلا تعريف عمليه الاستعاده او الاصلاح بتاعه النظام البيئي. ورقم ثلاثة بيقول لك people should not throw plastic waste into the sea، فعلا ما ينفعش ان احنا نرمي مخلفات وفضلات بلاستيكيه في البحر عشان ما نتاثرش بعد كده والشعاب المرجانيه تموت وتتحول المخلفات دي هتتحول لمايكرو بلاستيك، وخدنا الكلام ده كله قبل كده، يبقى برضو النقطه دي صح. خلاص يا شباب أعزائي الطلاب، وبكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. أتمنى تكونوا مستفدتم، وأتمنى تشتركوا معي في القناة. سعدت وتشرفت بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.